مواقع التواصل الاجتماعي التي تسافر عبر عشر عاما اليوم بإذن الله انطلاقة مهرجان أضواء الشارقة بنسخته 12. هذا المهرجان تم تطويره على مر هذه السنين والنسخ الماضية، يقدم تجارب استثنائية وجديدة، ونستخدم فيه أحدث التقنيات في تسليط الضوء على معالم الإمارة ومبانيها وطرازها المعماري وكل ما تحتويه من جوانب ثقافية وسياحية وترفيهية وتراثية وغيرها. طبعا هذا المهرجان كل سنه نقدم او نضيف لجوانب جديده. هذه السنه تمت اضافه كثير من المرافق والخدمات في مختلف المواقع في مختلف مدن اماره الشارقه في المنطقه الشرقيه والوسطى ومدينه الشارقه والحمريه. لدينا هذه السنه 13 موقع مميز و13 تجربه استثنائيه ان شاء الله في مهرجان اضواء الشارقه لسنه 2023.